العقيد علي الشيخي من رئاسة الأركان العامة. العقيد علي، بس على فكرة الناس ملت من المسميات كثرة واجه، خاصة اللي فيه عشبتني فيه اللي فيه اللي ثائر وفيه اللي شبه ثائر، كل واحد ممكن يصير في دعاية بروحة ونفسه أكيد. فأما اسم درع ليبيا، يعني حسب أفهم إن هو قوة إسناد الجيش الوطني، فكيف شو تقولون على الفكرة هذه؟ المال هم الناس هم. هي قوة درع ليبيا هي قوة متكونة من الثوار الحقيقيين نستطيع أن نقول، يعني وتم تكليفها من قبل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لمساندة الجيش الليبي في المناطق التي تقع فيها أزمات، والآن نتعامل معه، وهي الآن تعمل تحت القائد المكلف من قبل رئيس الأركان العقيد عبد الغني كشبور في منطقة الكفرة، والآن هي تعمل و وتعقد في الاتفاقات مع أول السيد وسام بن حميد، يعني وهو رجل معروف، وتم التكليفة بتكليف رسمي بشأن يساند الجيش في مهمته في هذه المنطقة. الآن الوضع في كفرة عندما إن شاء الله يكون الوضع للأحسن؟ إن شاء الله نحن نراه للأحسن، يعني لو قبل أسبوع كان الوضع الناس كلها شو تقول، واليوم أشوفها شو يقولوا، وشوفوا الآن المحلات مفتوحة والكفة عاد لها الأمان والحمد لله. يعني والله نحن الآن بالنسبة لرئاسة الأركان تحاول أن تجعل من الثوار أن ينضموا إلى الجيش الوطني، للجيش الليبي يعني والتسمية الصحيحة لي، لأن ينضموا إلى الجيش الليبي ويكونوا من ضمن قواته. ونحن في طبعا نحن لا نريد أن تكون هناك قوة موازية للجيش في نفس الوقت، نريد جيش واحدة تحت قيادة واحدة وفعل. ولكن هي إعادة البناء، في إعادة البناء الآن نستعين بكل قوة ليبية مخلصة ونتأكد من إخلاصها ونزاهتها وعملها من أجل ليبيا وحماية ليبيا، نتعامل معها وتساندنا، وفي نفس الوقت نحن نعمل على تجنيد من يرغب في الدخول في الجيش من الثوار، وتم إبرام بعض العقود وجاري إبرام بعض الآخر، وفي نفس الوقت نحن نريد أن نسحب الأسلحة تكون تحت مظلة قانونية وهي وزارة الدفاع والجيش الوطني، وهذا مع الزمن، ونحن على اتفاق مع خاصة هذه قوة درع ليبيا ومع بعض التشكيلات الأخرى في المناطق الأخرى على أن يتم كل ما يقوى الجيش يتم سحب جزء من القوات حتى تنتهي ويصبح الجيش هو الحامي الوحيد لليبيا إن شاء الله.